التواصل يستمر والأشواط تتوالى على أرضية هذا الميدان. تواصل أشواطي صباحي هذا اليوم في دستور في دبي، دار الحي دار المكتوم. في هذه الانطلاقات نتواصل مع حضراتكم. ينطلق مشاهدين الأعزاء الشوط 20 في صباح هذا اليوم، يحمل ضمن الانتاج والمنتجين وهو خاص بالجعدان. في هذه الانطلاقات والأثار الحاضرة شعارات من أبناء الدولة وميادينها، وشعارات من أبناء الخليج القادمين إلى المرموم دائما على الرحب والسعة في هذه المشاركة المفتوحة والانطلاق الجميل. انطلق الشوط، انطلقنا مع الجعدان لنتعرف على المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. هناك نسير مع المركز الأول مع الانطلاق الأول، الجذاب معضد بن محمد بن هلال المزروعي، ولكن هناك انفجار ياتي في هذا الانطلاق. حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي مع هذا الانطلاق. هناك مع المركز الثاني من الجانب الآخر تدخل مع مع هذا التنافس، وشوف الأثار حاضرة. مرحب سهيل بن سالم بخلفان الكعبي يقدم مرحب. شوف هناك الانطلاق، معزز محمد بن بطحان بن قران يتقدم في هذه اللحظات. المنصوري والمركز الخامس، خامس المراكز يتواجد فيه الشارد جبريل بن حمد بن جبريل العفاري ياتي في هذه الانطلاقات مع هذا الاندفاع. من المركز السادس في هذا الاندفاع يتواجد الشبابي عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الحبابي. والمركز السابع، سابع المراكز، اشوف الدخول والتحرك راشد بن مبارك بن محمد الهلي. والمركز الثامن ولا التاسع، هناك دخول سريع على المركز الثامن. هذه وصل معالج احمد حمدان بن حمد بالطير العامري. والمركز التاسع من وصل فيه في هذا الانطلاق والاندفاع نايد بن مسلم بالزفنة يقدم مهيوب. والمركز العاشر متعب محمد بن صالح بن خريد المنصوري. هذه العشر المراكز الاولى، من ثم العودة ثانية إلى المقدمة إلى المركز الأول. نسير مع اللي غير وانطلق الشارد جبريل بن حمد بن جبريل العفاري يتقدم مع المركز الأول مع الانطلاق الأول. مع هذا الانطلاق مع هذا الاندفاع وهذا متعب في المركز الثاني، محمد بن صالح بن خريدة المنصوري يتقدم على ثاني المراكز. والثالث وصل نايد بن مسلم بالزفنة على المركز الثاني في هذه الانطلاقات ال400 متر الأخيرة. الشارد جبريل بن حمد بن جبريل العفاري في هذه الانطلاقات. راعي سود ياتي على المركز الثاني. ميهاب نايد بن مسلم بالزفنة يقدم في هذه الانطلاقات، ولكن خلاص الشارد مصانع الجنوب وجبريل بن حمد بن جبريل العفاري ياتي بالمقدمة، ياتي مع هذا الانطلاق يعلن الفوز وناموسه. نايد بن مسلم بالزفنة يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث من وصل في مشاهدي الأعزاء محمد بن صالح بن خريدة المنصوري. والمركز الرابع لحمد بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي. والخامس، المركز الخامس مشاهدي الأعزاء، ناصيل بدر بن حمد بن سعيد الجنيبي. هكذا كانت النتيجة للخمس المراكز الأولى. العودة مع مخرجنا في شاشة دبي ريسنج للتوقيت الزمني وللأثار الحاضرة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل.
الأربع دقائق 26 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز جبريل بن حمد بن جبريل العفاري على فوز الشارد وأداءه الجميل. أربع دقائق وسبع وعشرين ثانية وست أجزاء من الثانية. ميهاب في المركز الثاني، نايد بن مسلم بالزفنه العامري اللي ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث اربع دقائق 31 ثمانية اجزاء من الثانيه، هذا متعب لمحمد بن صالح بن خريد المنصوري. تهانينا للجميع.